اهلا بكم من جديد. يا فرعون من فرعنك؟ قال ما لقيتش حد يردني. هكذا بدأ بلال فضل مقاله الذي يعود به للكتابة بعد غياب دام شهورا عن المشهد، في نفس الوقت الذي يكتب فيه الناشط زياد العليمي وصفا ما حدث في رابعة لأنه مذبحة. يأتي كل هذا وسط زخم احتجاجي بعد ظهور حركات دنك وجبنا آخرنا وجوعتونا والحرية للجدعان، وفي ظل دعوات للإضراب الشامل عن الطعام داخل المعتقلات طلبا للحرية. فهل ستنجح هذه الأصوات الثورية في أن تغير من الأمر شيئا، أم أن الفرعون يعرف أنه ما فيش حد يرده؟ لكن هل نسي الفرعون ما حدث لمن تفرعن قبله؟ قد يكون من قبيل المبالغة القفز إلى نتيجة مفادها أن أجواء ثورة يناير تتشكل من جديد، إلا أنه في الوقت نفسه لا يمكن التغافل عن تنامي أصوات مناهضة للسلطة الحالية ممن شاركوا في الثورة على مبارك عام 2011. فالعديد من الكتاب والصحفيين والناشطين أشعلوا الفضاء الإلكتروني مؤخرا بمقالات لاذعة تنتقد رأس السلطة الحاكمة، منهم من استأنف الكتابة بعد انقطاع مثل بلال فضل الذي سخر من فلاتر السيسي، ومنهم من اعترف بأن مجزرة رابعة كانت مذبحة مثل زياد العليمي. أنا مصمم على الكلمة اللي أنا بتاعنا مزيز ويسمع الكلام، والنيابة متوقعة، ولو حد عنده إثبات تاني غير أنا بقوله قوله لي. فضلاً عن أصوات غاضبة هنا وهناك ترفض الظلم وتسييس القضاء وتنادي باستعادة أهداف ثورة يناير. بني الطغيان على خمس: تقديم الذيل على الرأس، تخدير الحاضر بالأمس، توزيع الخوف مع اليأس، تقديس الشرطة والعس، وبقاء الجحش على الكرسي. يأتي ذلك وسط حراك على الأرض متعدد الأطياف، فناشطو ما يسمى بالقوى المدنية أعلنوا إضرابا عن الطعام لحين إسقاط قانون التظاهر سيء السمعة، كما أطلقوا حملة جبنة أخرنا المعارضة للسلطة، فيما أصدرت حركة السادس من إبريل بيانا شديد اللهجة ضد الدولة القمعية التي كان حصادها المر 4000 قتيل وعشرين ألف مصاب وأربعين ألف معتقل سياسي بحسب البيان. ودعت الحركة إلى معركة أمعاء خاوية للإفراج عن المعتقلين. يأتي ذلك في ظل تراجع مخيف لحقوق الإنسان وترد غير مسبوق في الخدمات عبرت عنه مؤخرا حملات مثل جوعتونا وضنك. تكاملا لا تناقض مع كل ما سبق، استمر الحراك المناهض للانقلاب العسكري في الشارع والذي لم ينقطع منذ أكثر من 14 شهرا والداعي لاستعادة ما يسمونه الشرعية. فهل يستعيد شركاء الميدان روح ثورة 25 من يناير؟ وهل يستطيع رفقاء الأمس تجاوز خلافاتهم؟ أم تبقى أصواتهم متناثرة بما يزعج النظام دون أن يخلعه أو يسقطه؟ كنت فين من زمان يا الميدان؟ وأين أنت الآن؟ انضم إلينا في استوديو مصر الليلة للتعليق على هذه القضية علي خفاجة الأمين العام لشباب حزب الحرية والعدالة بالجيزة. أهلا وسهلا بك. كما أرحب أيضا بوليد عبد الرؤوف عضو ائتلاف شباب الثورة السابق. أهلا وسهلا بك. طبعا أغنية الميدان أكيد رجعت لكم ذكريات بعيدة، تبدو بعيدة، يعني 25 يناير ثلاث سنين فاتوا عليها أو أكثر، بس حاسين ان هو كان لسه من 3 4 سنين ولا من 20 سنه ولا حاجه، من زمان قوي. عجزنا شعرنا ابيض. بلال فضل بدا يكتب، زياد العليمي بيكتب في مصر العربيه دلوقتي بيقول انه ما حدث في رابعه مذبحه، ما قالش ان هو بيدينها او لا يدينها لكن قال ان هي مذبحه. بدات اصوات كثيره حتى داخل الصحف المحسوبه على النظام تتململ من اللي موجود في بيحصل في مصر دلوقتي. هل ده يعني مجرد تنفيسات زي ايام مبارك ولا ارهاصات لشيء تاني؟ استاذ وليد.
هو مبدئيا لا، هو يعني بس توضيح بس الحاجه، زياد بيقول من يوم مذبحه ربعه انها مذبحه، تمام، ولكن هو حتى في مقدمه ما قاله قال انا سبت بس الزخم عشان بعد الذكرى ما تخلص، وابتدى يعدد نقاط كثيره في بدايتها اثبت انها مذبحه. ما يحدث الان اعتقد يعني ان احنا فعلا جبنا اخرنا. هذه الحمله ومن اطلقها عبر في كلمتين عما يقول في صدورنا جميعا، احنا بالفعل جبنا اخرنا. ما يحدث من قمع للحريات وانقلاب على ثورة يناير وانقلاب على كل أهداف ثورة يناير، كل من يعارض هذا النظام فهو إما خائن أو عميل أو متواطئ أو عشان ما نبقاش أحسن من سوريا والعراق. هو ده مش أحسن من سوريا والعراق. طبعًا. إحنا مش أحسن من سوريا والعراق، بالعكس والله، يعني إحنا مش عارفين احنا فين، على الاقل سوريا والعراق عارفين هم فين. عارفين بالفعل، احنا مش عارفين احنا فين، احنا بالفعل ما بقناش عارفين ايه اللي بيحصل. ما يحدث الان اعتقد انه بدايه استعاده لما في الصدور. الناس ابتدت تتكلم، الناس في الشارع بالفعل ابتدت تتكلم. كان الاول اي يعني حد يعارض السيسي، اصل هو في احساس برضو ان البقاء لله في ثوره 25 يناير، خلاص يا جماعه دوروا على حاجه تانية بقى غير موضوع الثوره ده. لكن في ناس بيقول لك لا، يعني الثوره يعني اللي حصل في 25 يناير كان مجرد بدايه، والثوره بقى مستمره يعني سنين ثانيه. اقول لحضرتك حاجه، قبل 25 يناير و 24 يناير بالليل ما كانش في حد فينا اللي حتى شاركنا وابتدينا، حتى علي ممكن ياكد معايا الكلام ده، اللي ابتدينا في 25 يناير ودعينا ل 25 يناير ونظمنا 25 يناير، ما كانش حد فينا عارف ان هي هتبقى ثوره. يعني احنا كنا كانت عباره عن احنا كنا بنقول مصر مش تونس ساعتها، يعني هم اللي كانوا بيقولوا، في ناس كتير كانت بتقول. طيب احنا معنا ايضا محمد مصطفى، عضو المكتب السياسي لحركه شباب 6 ابريل، وكان لهم بيان قوي الحقيقه برضو بخصوص ما يجري في مصر الان. محمد مصطفى، يعني الناس ممكن تقول انه ثوره يناير انتهت رغم كل الاصوات اللي بتطلع، رغم ان بلال فضل بدا يكتب تاني، ورغم انه يبدو انه فيه اصوات تعالت ضد النظام الحالي اللي في رأي كثيرين جاء لتكميم الأفواه، لكن في ناس برضو بتقول أنه يعني خلاص انتهى كل شيء، واللي بيحصل ده نضال طويل الأمد لاستعادة مرة أخرى روح الثورة في مصر. لا والله، يعني الثورة ما بتنتهيش، هي دايما الثورات بتمر بأمواج بتطلع وبتنزل فيها. الفترة اللي فاتت احنا يعني اتعلمنا منها كويس وشفنا فيها كتير. الفترة اللي احنا فيها دلوقتي هو نظام سابق بيحاول يستعيد نفسه بشكل جديد، هي نفس السياسات. لما بنقول نظام سابق يعني مش لازم ان مبارك هو اللي يرجع يحكم، لا، هي نفس سياسات مبارك ونفس سياسات دولة مبارك القمعية. النهاردة احنا بنتحكم بشكل مباشر من القوى العسكرية، بنتحكم من الجيش بشكل مباشر. احنا في مصر النهاردة في حكم عسكري مباشر. يمكن حالة السكون وحالة السكوت اللي كان فيها بعض الناس من رموز الثورة والشباب من رموز الثورة والكتاب وخلافه، دي كانت حالة تعقب، يعني كان في حالة قمع شديد وكان في مبرر، وكان دايما الدولة بتستخدم بيستخدم مبرر العنف. يعني ما بقاش في أصوات كتير، يعني الأصوات اللي هي الثورية الحقيقية ما بقتش كتيرة دلوقتي. يعني زمان كان يا راجل ده إبراهيم عيسى بيقول بيتهمكم بالفشل، بيقول إنه انقطاع الكهرباء دي دليل عظمة الرئيس السيسي لأنه مفيش احتجاجات، ودليل على إنه أنتوا كل القوى الاحتجاجية فاشلة. إبراهيم عيسى اللي كان معاكم في الميدان متهيألي. ايوه ده حقيقي، بس هو من عظمه المرحله اللي احنا فيها، ودي اعظم حاجه عملتها المرحله دي، انها كانت مرحله كاشفه. كشفت فعلا الوجوه الثوريه الحقيقيه، والوجوه اللي كانت اللي كنا منخدعين فيها جميعا. يعني انا واحد من الناس كنت دايما اقول استاذ ابراهيم عيسى، يعني النهارده انا كنت منخدع في ابراهيم عيسى خداع كبير. يعني كتير من هذه الرموز وكتير من هذه الشخصيات، كتير من الناس اللي نضلت معانا من ايام كفايه المصريين. يعني انت متفائل يا محمد، انت متفائل رغم كل ده، انت متفائل؟ طبعا متفائل. والموجه اللي انت شايفها دلوقتي والكتاب اللي رجعوا يكتبوا، والموجه اللي انت شايفها دلوقتي، واحنا هنسجل ان شاء الله، احنا ناويين ومحضرين ان احنا هنسجل اضراب عن الطعام، هيبقى اضراب تاريخي، معركه امعاء خاويه حقيقيه، هتبقى اضراب تاريخي وهيسجل في التاريخ بجد، ان حصل ان شباب مصر وفي مصر حصل ان الشعب المصري قدر يقاوم سلطه قمعيه بهذه الشده. قدر يقاومها ازاي؟ باضرابه عن الطعام. شكرا جزيلا محمد مصطفى. عندنا جدوى كبير وعندنا تحركات كبيره ان شاء الله. شكرا محمد مصطفى، عضو
دلوقتي بأساس الحركة 6 أبريل. أعود إلى ضيفي في الاستوديو علي خفاجي. متفائل بعودة بلال فضل وعودة الأصوات اللي كانت من أصوات ثورة يناير مرة أخرى للكتابة، طبعا في أماكن بعيدة يعني مش في مصر اليوم والشروق، في أماكن تانية. يعني هو الحقيقة يعني بخصوص بلال وبخصوص زياد وباقي الشباب اللي بدأت تكتب، أنا شخصيا متفائل جدا لهذا، ويجب أن كل الوجوه الثورية اللي كانت موجودة في ثورة 25 وما أيدتش وما شاركتش وباركت لعبد الفتاح السيسي من بعد 3/7، يجب أن هي يكون مرحب بيها، مش يجب مهاجمتها وأن ده مشارك في دم أو ما شابه. لكن المشارك في دم معروف أنه هو مشارك في دم، مش مجرد أنه هو نزل 30/6 يبقى هو مشارك في دم، لكن اللي أيد بعد كده ونزل وأيد عبد الفتاح السيسي في 3/7 ونزل فوض، ده اللي مشارك فعلا في دم ويستحق فعلا ان هو مهاجمته. لكن كثير زي بلال وغيره اللي أدام من اللحظة. طب واللي فوض وحس انه غلط ورجع يعني برضه؟ طبعا مفيش، يبص محدش مفيش حد فينا ماسك يعني الحساب لكل واحد بيقول له انت عملت كذا وما عملتش كذا. اكيد طبعا اللي فوض ورجع يجب ان اي حد بيقول كلمة ضد هذا النظام حقيقية وبيواجه النظام وبيجابه النظام زي الناس اللي بقالها 15 شهر موجودين في الشارع وبيتقتلوا وبيتسجنوا وموجودين في السجون وبيعملوا إضرابات وبيخشوا المعتقلات وبيطردوا من الكليات بتاعتهم، يجب ان كل اللي بيدين ده وبيقول كلمة ضد النظام العسكري الغاشم اللي موجود دلوقتي يجب ان هو يكون مرحب بيه. طيب. احنا معنا ايضا وائل عباس الكاتب الصحفي والمدون. وائل اهلا وسهلا بيك. يعني تقول ايه للناس اللي لسه عندها امل في الثوره في مصر؟ والله يعني في مثل بلدي بيتقال يعني فين تروح الشمس من على قفا الفلاح. احنا قاعدين اهو واحنا المفروض ان احنا الشباب بصرف النظر عن انا يمكن انا عجزت شويه بس انا انت ابو الشباب يا وائل ازاي بس الله يخليك. انا لو حصل لي حاجه او غيري 10 20 30 حتى من الشباب بتوع الثورة إذا جاز تسميتنا شباب، في آلاف في ملايين في ناس غاضبين، في ناس اتضحت لها الأمور بعد الخداع اللي حصل واللي شارك فيه للأسف المثقفين والإعلاميين وكل هؤلاء، الموضوع انكشف خلاص. فيعني الثورة يعني في ثورة قادمة لا محالة، شكلها إيه بقى؟ بس السيسي ده مش هيستمر ومش هيقعد ونظامه ان شاء الله راحل. انت يعني اول يعني جاء من القلائل اللي قالوا انه في انقلاب عسكري وانه 30 يونيو ممكن تكون ثوره مضاده، من اوائل الناس، انت شايف ايه دلوقتي؟ والله انا يعني قعدت كده بحاول اراقب برضه زي ما انت قلت في اول الحلقه كده واشوف ايه اللي بيحصل والدنيا هتمشي ازاي، وقعدت برضه اشوف الناس اللي بتسقط، يعني في ناس بالفعل سقطت ويعني ما فعلهاش رجعه، يعني ما اعتقدش ان هم هيعرفوا يرجعوا تاني حتى لو عملوا ثوريين مره اخرى يعني. وقاعد اشوف بقى الناس رد فعلها عامله ايه، يعني للاسف احنا شعبنا نظام التعليم وكميه الاميه اللي موجوده والحاجات دي بتسهل قوي على اي نظام فاشي ان هو يتلاعب بينا، سواء اذا كان هذا النظام مبارك او المجلس العسكري او الاخوان او المجلس او العسكر مره اخرى لما رجعوا للحكم، يعني ده بيسهل عليهم التلاعب بالناس. بس الناس لما بتلاقي ان احتياجاتها اليوميه والضروريه بتتضرر وبتتاثر، اكل عيشهم وبيوتهم وعائلاتهم والحاجات دي كلها بتتاثر، وان ما فيش اللي هم ما وعدوا بيه من 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 رخاء على يد السيسي ما تحققش، فده بالتاكيد هيقلب المعادله على الانقلابيين. ارجو ان تبقى معي وائل عباس. كما يعرف المشاهدون ايضا تقام الان مباراه منتخب مصر ونظيره التونسي لثاني جولات التصفيات الافريقيه المؤهله لبطولات الامم الافريقيه المقرره بالمغرب. النتيجه حتى الان تشير الى تقدم المنتخب التونسي بهدف سجله فخر الدين بن يوسف في الدقيقه 14. كان المنتخب الوطني قد خسر أيضا في أولى مبارياته خارج أرضه أمام السنغال بهدفين دون رد. الهدف اللي شفناه قبل قليل، طبعا تمنياتنا المنتخب المصري بالتوفيق في هذه المباراة يعني في هذه المباراة وكل المباريات، ويتأهل بقى ويوصل المغرب إن شاء الله. نشوف أيضا مشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إيه تعليقاتهم
على عودة أصوات ثورية من جديد. شوف مع الزميل حسام يحيى. نعم زين. مش عارفة هنقعد كام قرن نتحايل عليهم عشان يتوحدوا. هل التوحد من أجل الحق محتاج كل الوقت ده؟ وهل صاحب الحق محتاج كل التردد ده في الدفاع عن المظلوم وعن الحق أيضا؟ تعليق أم عمار على فيسبوك، ومنه إلى تعليق أحمد يقول كل الناس متفقة إن العدو واحد وإننا كلنا ضد النظام ولازم نتوحد ونرجع ليوم 11 فبراير لإسقاط النظام. تعليق آخر من أشرف يقول بس إحنا نتوحد وبلاش نغمة، باعونا في حمد محمود وباعونا في ربعة. تعليق آخر من فيسبوك مع سلمى تقول الثورة مش هترجع غير لما نشيل النظام اللي ما سابش السلطة أصلا، لازم نرجع ليوم 11 فبراير ونمحي أي مسار سياسي حصل من بعده عشان نعرف نرجع ثورتنا. تعليق أخير من فيسبوك مع محمود يقول معلش يا جماعة أكل العيش مر، منعه مسلسله من العرض وما خدش منصب ولا وزارة، محدش بيأكلها بالسهل. ننتقل إلى تويتر ونبدأ بمعوض يقول أشك بلال فضل زي خالد يوسف زي حزب النور بيدور على مصالحهم، طبعا حسب معوض. وإلى أحمد يقول من رضي بالدم وحرض عليه ليس مرحب به في ركب الثورة وفاء لأرواح الشهداء. التغريدة الأخيرة من أسماء تقول بحفظ ماء الوجه. رأي متناقض زين. أشكرك شكرا جزيلا حسام يحيى، وأعود مرة أخرى إلى ضيوفي، أعود إلى علي خفاجة. احنا ما ادناكش وقت كافي في المرة اللي فاتت، لكن علشان الناس تعود إلى حالة 11 فبراير لازم تبقى المطالب هي مطالب 11 فبراير ومطالب 25 يناير، ولا لازم تبقى مسألة الشرعية تقف دائما عائقا أمام قيام جهد ثوري موحد في مصر؟ بص خلينا نتفق ان يعني عودة اللحمة الوطنية كلنا نتمناها تاني زي ما حصلت قبل كده في 24 يناير. هل هي ممكنة؟ وارد. انا شخصيا بقول صعبه شويه اليومين دولت، يعني خلينا نكون واقعيين، في اختلافات جذريه كبيره ما بيننا وما بين التيارات الثانيه، لكن انا اتمنى ان هي تكون موجوده ثاني. ومن اهمها موضوع عوده الشرعيه والناس الموجوده. انا لا يمكن ابدا ان حد يجي بعد 15 شهر موجوده الناس ويجي يفرض عليهم مطالب. الناس ديت ليها مطالب موجوده في الشارع بقالها 15 شهر، مش هينفع حد يجي قاعد بقاله فتره وبينظر من ورا ويجي يفرض على الناس حاجه. انزل ونقعد مع بعض في الشارع ونتقابل تاني ونكون في ميدان واحد تاني ونقعد نتكلم على مطالب تانية ويكون وجهة لوجهة، يعني الشباب مع الشباب بيقعدوا مع بعض زي ما كنا قبل كده هوت في 25 وبعدين استكملنا وفضل لحد الائتلاف اللي اتفضل اللي اتحل بعد كده هوت. وانا اتمنى كان الائتلاف يستمر، ما كانش ده بقى يعني حل كثير. لكن انا بقول بشكل او باخر ان عودة اللحمة الوطنية ده مطلب انا شايفه من وجهة نظري، يعني ده شوكة كبيرة في ظهر الانقلاب. لا يهم اهم عودة اللحمة الوطنية مع عودة الشرعية. انا من وجهة نظري عودة اللحمة الوطنية هي اللي هتؤدي بعد كده لعودة المسار الديمقراطي. لو تم عودة اللحمة الوطنية بشكل قوي ومتفق عليه وفي اعداد وفي فعلا تواصل ما بين الحركات والاحزاب السياسية وما بيننا احنا كأطراف موجودة في المشهد السياسي، أظن أن ديت من شأنها اللي هي تعيد مرة أخرى تاني إلى تحقيق مطالب الثورة اللي إلى الآن بننادي بيها وبنطالب بيها. لكن المزايدات الرخيصة والمطالبات بالناس اللي موجودة في الشارع أنتوا بتطلبوا بعودة كذا أو كذا، ده لا يمكن أبدا أن هو يخلينا نخش في دائرة حل، هيخلينا نخش في دائرة فراغ وهنفضل كده. وأنا أظن أن ده العسكر اللي عايزه طول ما احنا بنهاجم في بعض وطول ما احنا بن علاء ده كذا وهو يقولك لا ده فلان ده كذا ونفضل تخش في المناحرات وسجالات ملهاش أي لازمة، هنخش في دائرة. طب علي الفصائل الثورية، الفصائل الثورية اللي هي أنتوا بتعتبروها ثورية، هل ما زالت تطلق عليكم الأوصاف اللي كانت موجودة أيام التحضير ل 30 يونيو اللي مش عارف الخرفان ومش الخرفان والحاجات دي، ولا الكلام ده اقتصر الآن فقط على بتوع الحزب الوطني اللي قدام وبتوع الدولة العميقة؟ لا ما حدش بيتكلم علينا دلوقتي، أنا ما شفتش كلام حد بيقدر يتكلم، وأعتقد أنه صعب جدا أن حد يقدر يزايد على الناس بقالها 15 شهر موجودة، لأن الناس ديت هي اللي تعلم الناس التانيين وهي اللي تعلم المزايدين ازاي الصمود وازاي الوقوف ضد السلطة الحاكمة وضد النظام، وأولهم الحركة الطلابية اللي أبدعت في السنة اللي فاتت وهتبدع إن شاء الله بإذن الله في الفترة اللي جاية. أظن كمان إن من الصعب جدا إن حد يتكلم على ناس ضحت وفضلت موجودة في الشارع وضحت من دمها وضحت من ولادها اللي موجودين في السجون ومحدش بيزايد على حد في نقطة زي. طيب معنا أيضا عبر الهاتف الكاتب محمد طلبة رضوان. أستاذ محمد أهلا وسهلا بيك. هل نحن في حالة الآن يمكن أن تكون مشابهة لما قبل 25 يناير، ولا 25 يناير دي مرحلة وانتهت؟ الحقيقة إحنا في حالة أصعب،
قبل 25 يناير الهدف كان واضح. كل هذه المرارات التي ورثناها من الثلاث سنوات الماضية لم تكن موجودة. هذا الجيل قبل 25 يناير نقدر نقول أنه كان قادر على تجاوز مرارات الخلافات بين التيارات السياسية في مصر التي خلفها له الجيل السابق. الآن بكل أسف نحن تورطنا في هذا الميراث المر، وبالتالي نحن في لحظة أكثر صعوبة من 25 يناير 2011، وأتمنى أن احنا نقدر نفهم أن احنا في لحظة أكثر صعوبة ونتصرف وفقا لهذا. هل في نضج عند الشباب يمكن أن يتجاوز كل هذه؟ لأنه الوقت في دم الحقيقة حصل من الثورة لحد الوقت، في دماء كثيرة يصعب تجاوزها. يعني في الحقيقة أنه في مقابل الدماء في أيضا شلال من المزايدات كما قال ضيفك الكريم. وعندي ملاحظة على اللي اتقال بالمناسبة، أنه حصر مسألة الصمود في الشارع في الفترة اللي فاتت على الإخوان المسلمين فقط أعتقد أنه غير دقيق. الحركة الطلابية تحديدا كانت من فصائل كتير ومن شباب غير مسيسين تعاطفوا مع الدم ونزلوا عشان ثورتهم. ما أعتقدش أن الإخوان بس هم اللي كانوا في الشارع الفترة اللي فاتت، وإن كانوا طبعا بيمثلوا الأغلبية. طيب. لكن هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال أنهم يستأثرون. متفائل يا أستاذ محمد طلب رضوان بعد عودة؟ متفائل جدا بس خلينا متفائل بشكل عاطفي ولا بشكل علمي؟ ما أنا لسه هقول لك أهو، يعني أنا مش حابب أن التفاؤل يكون بشكل مجاني. علشان نكون متفائلين بشكل علمي مهم جدا أن احنا ناخد بالنا من أن كل أسباب الخلاف الآن أقل بكثير من الثمن الذي يمكن أن نجنيه لو تجاوزنا هذا الخلاف. نحن نريد العودة إلى المسار الديمقراطي، نريد العودة. الشرعية الحقيقية بالمناسبة هي العودة إلى المسار الديمقراطي، هي دي الشرعية. ده في رأي كثيرين فعلا أن الشرعية هو أن تعود الديمقراطية. أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي محمد طول بردوان، وأشكر الكاتب والمدون وائل عباس، وأشكر أيضا ضيفي في الاستوديو علي خفاجي من شباب الحرية والعدالة في الجيزة، وأيضا وليد عبد الرؤوف عضو ائتلاف شباب الثورة السابق. وما زلنا معكم في مصر الليلة وفي البرنامج بعد الفاصل. قرار جمهوري بإنشاء بيت للزكاة والصدقات تحت إشراف شيخ الأزهر، هل هي خطوة لبسط هيمنة الدولة على أعمال البر والخير وتجفيف منابعه، أم هو استثمار أمثل للزكاة؟